مرحبا بكم في ذا بينك مودا باندا. رجعنا لكم في ذا بينك سبيسيال رمضان. وقبل ما نبدا الفيديو هاكا ابوني في الشين يوتيوب تنزلوا عنا قوس بشوين ما عندي جديد نطلع لكم. رمضان السنة رمضان الدراما بامتياز. القنوات في حرب الكلها تتعاني تكون عنده اطول سيكونس. في كارتاج بلوس عندهم ما اقوى. زهرة ايش بالملح هديك بالقوة. مش فيهم الجميع الاخرين اخي ما عندهمش كراب خاطرين عليها بحصونيا. بون كرتاش بلوس تحت للحصونيا ما بكعت تسعة تحت لل اش قولك لو كان نستثمر في البهايم؟ رجع نطلع الحوار ترى. امور عناد اللطف مش بمع الحيوانات. هو يرضيك اني نخرج ما عنديش كلمه مش راجل اني راني نحب. اما عناد الرومانسيه لا بلاخ يروحوا بعد ما تخط خط شي تظليم الدنيا شو نقول دارنا كما تجيش نخسر زي بلاد زعبي يروحي البوكس فن وانا فنان كبير. لا 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 مش تحكي على ثم ثم كاسه ديال البابيل على رواحهم. اما شوف سي حموش ليش باش تخاف يا بنتي مرتي راك يا حموش هكا مرتي ونحبك الطفلة مدت لك يديها بوسني بوسني وانتي هبطت على الكسكروت تقول عقيم. اما يقعد الروا دي روا بتاع الرومانسية زياد المكي. يا روحي ليه يا عمي نستنى في الليلة السعيدة هذه. يا روحي أنا ليا 6 سنين من أول يوم شفتك فيها. يا روحي علاش ما قلتليش يا روحي؟ عيب. وأخيرا وأخيرا باش تكون أسعد ليلة في حياتي يا روحي. أسعد ليلة في حياتي أنا يا روحي. يا روحي إنها ليلة عظيمة. قومي يا بابا قومي. ممدوح مش تهزة؟ يا روحي ليه؟ باش نمشي ونرجع. ممدوح سبيسيال رمضان ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقاو غدوه وما تنساوش تكومونتيو لي الحاجات اللي شفتوهم واللي عجبوكم. ما تنساوش سبسكرايب والنقوص بارتاجيو.